حطيت نص كيلو من البسكوت. انا اتسالت على التارت ده اللي بالبسكوت اللي هو بالشوكولاته، نص كيلو عليهم 100 جرام من الزبده. انا عاده بحط ميه سخنه، لكن انا في الوصفه دي انا جربت الاثنين، لقيت ان اللي بالزبده بتمسك معايا احسن. اللي يحب يعملها بالميه السخنه نصيحه، ده اللي انا عملته عشان اعرف افكه من القالب، يعني دي واحده بميه سخنه وواحده بالزبده علشان اعرف افكه من القالب، دخلته الفريزر وبعدين عملته بالبشبوري من اطرافه عشان اعرف افكه. بصوا، على ما الزبده تسيح انا عايزه اعمل الحشوه. الحشوه سهله جدا، معايا كريمه الدهن، بس بدل ما احط كريمه الدهن اللي هي الشوكولاته، كريمه الدهن الشوكولاته اللي احنا بنحبها دي، هنحطها. انا بحس ان انا يعني ما بعملش تقريبا وصفات بكريمه الدهن من كتر ما بحبها. نحط بقى كريمه يا دوبك كريمه، هي مش مخفوقه. ممكن نحط المخفوقه، يعني ممكن نحط الاثنين، يا مخفوقه يا مش مخفوقه، الاثنين على حسب انتوا عايزينها بهوا ولا لا. انا بقى هعمل ايه؟ طبعا احنا الموضوع سهل قوي، احنا بنحط الزبده بس بننزلها على البسكوت وهو بيتضرب. ده هعمله في الاخر، معلش انا الخطوات النهارده بغيرها علشان نلحق بس ان احنا نوري الحاجات المهمه. وهحط هنا في دي الحشوه دي، وهحط في الثانيه هحط فيها، معلش كنت قلبتها كويس، هحط في الثانيه الكريمه، كريمه مخفوقه عاديه خالص، فانتوا على حسب ما تحبوا هيبقى سهل قوي. اهو ببتدي خلاص، بعد ما ضربت البسكوت بروح حط عليه الزبده اهو. ده مش هيخش الفرن خلاص، هو كله مستوي. ضربه واحده بروح منزلاه في قالب الكيك اللي معانا او التارت، بنحط فيه وبنبتدي بس نفرده. بس كده بنفرده، احسن حاجه بالايد بصراحه، بنفرد كله كده ويخش التلاجه. بس اهم حاجه فعلا تضغطوا عليه كويس عشان يمسك، يخش التلاجه يمسك خلاص هتعرفوا ايه تخرجوه زي ما انا مخرجاه كده. حسيتوا باي صعوبه في اي حاجه في حياتكم تطلع من قالب، دخلوه الفريزر يمسك معاكوا كويس، وبعدين بالبشبوري او على النار فككوا الاطراف. بس كده.